طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. فاصل ونعود إليكم. يصف الجاحظ بغداد فيقول وهو كبير كتاب العرب ووصافهم: رأيت المدن العظام في الشام والروم وغيرهما، فلم أرى مدينة قط أرفع سمكاً ولا أجود استدارة ولا أوسع أبواباً ولا أجود فصلاً من مدينة أبي جعفر المنصور، كأنما صبت في قالب وكأنما أفرغت إفراغاً. ألف ومائتان وسبعة وتسعون عاماً على تأسيسها، بعد إن كانت منارة العلم والأدب والمثقفين حتى وقت ليس ببعيد، وبعد إن كانت ملتقى الحضارات، وبعد إن كانت تجمع الناس على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ومدارسهم، إلا أنها اليوم أصبحت أسوأ مدينة للعيش. فمن جعلها أسوأ مدينة للعيش؟ ألا بفضل الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي عام 2003؟ أليست هذه الأحزاب تتصارع فيما بينها لسرقة الأموال والنفوذ لكي تبقى بغداد على هذا الحال؟ أليست الأحزاب من حرم العمران والتطور لهذه العاصمة الجميلة التي يتغنى بها الشعراء والفنانون؟ أليست الأحزاب هي من تقوم بتعيين أمين بغداد الذي ليس من اسمه ما يدل على أنه أمين على عاصمة الرشيد؟ أليست الأحزاب التي لا تملك هماً سوى السرقة هي من أساءت لمدينة عمرها يناهز 1300 سنة؟ بغداد اليوم تشكو انتشار النفايات والعشوائيات والدمار وانعدام الخدمات والشوارع المقطعة والمتهالكة، بين بناء بغداد كمنارة للحضارة وما وصلت إليه من ترد وتدهور لأحوالها 1297 عاما تفصل ما بين مجد الماضي وفساد حكام الحاضر العراقي، وهو ما يؤكد ضرورة القضاء على كل مظاهر الفساد والطائفية في بلاد الرافدين. تقرير عن العاصمة بغداد في ذكرى تأسيسها في هذا اليوم نشاهده معكم. بغداد دار السلام ومنارة الدنيا. تمر الذكرى 297 بعد الألف منذ أن شيدها الخليفة أبو جعفر المنصور عام 145 للهجرة، والتي استغرق بناؤها 5 أعوام لتتحول إلى مركز إشعاع للثقافة العربية والحضارة الإسلامية إلى العالم. شهدت بغداد قمة مجدها وعصرها الذهبي في زمن الخليفة هارون الرشيد الذي اقترنت باسمه، لتكون محط فخر عبر العصور، حيث تجلت فيها أروع صور المدنية وامتلأت بالمدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع، وأصبحت الحياة فيها مثالا في التقدم ونموذجا للرقي، حتى تغنى الشعراء بجمالها، وباتت زيارتها أو الإقامة فيها حلما يراود طلبة العلم ورواد الفن وغيرهم الكثير. تميزت بغداد بروعة حدائقها وخضرة أريافها وعظمة قصورها والزخارف التي تزين قاعاتها وبواباتها، كما أشاد المؤرخون بفخامة عمرانها ونبوغ علمائها وأعلامها وكثرة دورها ومنازلها ودروبها ومحلها وأسواقها. أما اليوم وبعد أن كثرت عاديات الزمان على بغداد، تحاول الأحزاب الحاكمة أن تقتلع إرثها العظيم عبر تشويه معالمها ومحاولة طمس ألقها بدوافع طائفية وانتقامية، فخربوا بنيانها وأفسدوا أرضها ولوثوا هواءها وأسن ماؤها وامتلأت طرقاتها بالنفايات، وسكن نحو 6 ملايين من ناسها العشوائيات، فيما أرهب سكان حزامها تنكيلا بين قتل واعتقال،
حتى استبعدت العاصمة من سباق أفضل المدن للعيش في العالم لعام 2020 وفقاً لمجلة جلوبال فاينانس المختصة بالتصنيفات القارية والدولية، حيث لم يشملها أي تقييم إيجابي وفقاً لعوامل القوة الاقتصادية والبحث والتطوير والتفاعل الثقافي والبيئة وعدد الوفيات بسبب كورونا. وعلى الرغم من تعرض المدينة للغزو لأكثر من 20 مرة على مر تاريخها وما عانته من سنوات عجاف، إلا أنها سرعان ما كانت تفيق بعدها ويسطع نورها من جديد، فلم ترهب أهلها كل أصناف القمع وأشكال التنكيل على يد أحزاب السلطة وميليشياتها منذ 17 عاماً مضت. وها هي حناجرهم تصدح في الشوارع والساحات والميادين رفضاً وتنكيلاً بالاحتلالين الأمريكي والإيراني، معلنين إصرارهم على إنهاء عملية سياسية بنهجها الطائفي واستعادة وطنهم المسلوب. يعني مدينة عمرها 1297 سنة انبنت في ذلك الوقت 5 سنوات، الجماعة صار لهم 18 سنة اللي في الحوبي دمروا هذه العاصمة التاريخية، وصارت بغداد اليوم مع الأسف أسوأ مدينة بالعالم في العيش، طبعا لمعايير دوليه من ناحيه الابان، من ناحيه العمران، من ناحيه الترفيه، من ناحيه البيئه والمناخ، من ناحيه انتشار العصابات. بغداد اليوم أسوأ مدينه للعيش في العالم بفضل الاحزاب الاسلاميه اللي تدعي بانها اسلاميه والاسلام منها براء. بفضل هذه الاحزاب مع الاسف اليوم 18 سنة بغداد من سيء إلى أسوأ. بغداد بالعام 2003 ولغاية الآن، وبعد شوي نتحدث عن بعض الميزانيات التي رصدت في السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي، ميزانيات مليارية، ولكن على الأرض لا يوجد شيء، بل الخراب، بل التدمير، الشوارع مقطعة، احتلال مباني من قبل زعامات الأحزاب، من قبل الميليشيات، التغيير الديموغرافي، النفايات تشاهدها في كل مكان مع الأسف. هذا ما تشوفه يمكن في أي مدينة، خلينا نقول يعني بدون عنصرية أو تنمر، في أي مدينة سيئة إن كانت في أفريقيا أو في الدول الضعيفة والدول ذات الاقتصادات المحدودة أو الدول اللي تعاني من الحروب. هاي بغداد اليوم صارت أسوأ مدينة للعيش. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الحقائق. نعم، من الذي أوصل بغداد لكي تكون أسوأ مدينة في العالم؟ أستاذ، اللي أوصل بغداد لتكون أسوأ مدينة في العالم هم الأحزاب الدينية اللي سرقوا أموال العراق وبالتالي نهبوا أموالها. الآن بغداد كلها إنقاذ وكلها نفايات هذه العاصمة الجميلة اللي كانت بالسبعينات وبالستينات ولحد الثمانينات، هي أجمل عاصمة بالعالم وأجمل مدينة ومدينة تاريخية عمرها أكثر من 1200 سنة. فهذه المدينة نتيجة الاحتلال الأمريكي بعد 2003 دمرت، هي مقصودة تدميرها لأنه مدينة عاصمة الرشيد، عاصمة البناء والإعمار، عاصمة العلماء، فأرادوا أن يدمرون بغداد بهذه الطريقة حتى يمحون معالم الإعمار والعلم بيها ويمحون معالم بغداد الجميلة، فترسوها انقاذ وترسوها نفايا وباقوا اموالها وسدوا طرقها، وبالتالي عدم وجود اعمار، وانما حتى اللي كان مباني حكوميه راقيه مبنيه على اساس الهندسي دمروها فلشوها، هذه المصانع فلشوها، فلشوا المستشفيات باقوها، إضافة إلى هذه الأموال الطائلة بعد الاحتلال الأمريكي اللي وصل سعر البرميل النفط 100 دولار، فالمليارات، آلاف المليارات
ما بنوا شيء ببغداد، وإنما استخدموها لتدمير بغداد. نعم. وتدمير روح المواطن العراقي الوطنية، لأنه خلوا المواطن العراقي يتجه إلى أسوأ حالة، الجدوى يجدون بالشوارع، وبالتالي كتب العصابات للناس الفقراء والبسطاء لكي حتى يسلبون ويقتلون في بغداد. وبناء هذه العشوائيات يا أخي العزيز، يا أخي المحترم، لا. الآن العشوائيات في بغداد نتيجة سيطرة الأحزاب والميليشيات جزء كبير من الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، وأيضا بيعها إلى المواطنين بأسعار زهيدة، وقسم منها بأسعار يعني عالية جدا، هي تابعة أراضي للدولة وأراضي الزراعية. فدمروا بغداد أولا الكثافة السكانية والبناء العشوائي والإنقاذ والوساخة اللي الآن معالم بغداد ضاعت بيها، وكثرة الإصابات وتسديد الطرق، وأيضا البطالة اللي صارت في بغداد وكثرة نفوس بغداد. نعم. أيضا هذه عملية مقصودة لتدمير بغداد، وبالتالي هاي ما يسمون نفسهم بالأحزاب الإسلامية، هذه أحزاب عميلة ومتآمرة على بغداد ومعالم بغداد وعلى الشعب العراقي وأهل بغداد بالذات. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد كان معنا. محمد من هولندا. محمد أبو الحسن من بغداد يقول بأن جعل بغداد أسوأ عاصمة في العالم أو مدينة في العالم هو أمر مقصود من قبل الطبقة السياسية، شلون نشوف الأمر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله، يا أهلا بك. بالضبط، هو عندهم أجندات من إيران. نعم. ورجعوا العراقيين تاكل المنتجات طبعا. جواب أجندة من إيران تفليش العراق. واحد يقول له هو نواب القانون، قال إحنا جينا شركات تفليش، قال يعني باللغة العراقية شركات تفليش، يعني قصد جينا دمر البلد، ننتقد البلد. فإذا أنت يحتلك إيران تحتلنا، عملاء إيراني يعني حاليا يحكمون، شو تتوقع من حكومة محتلة؟ هم دولة عندهم أجندات، يدمرون البلد من كل نواحي. يعني بغداد عاصمة السلام، بغداد حتى بثمانينات صار حمر. نعم. وقت الحرب كان جميلة، ما تغيرت، يعني كان بلدية ونظافة اشتغل الحشرة، بس حاليا دمروها عملاء إيران. يعني حكومة تحكمنا حاليا نقولها كاظمي، المجرم الكاظمي، هي هدفها دمر العراق، وحاليا العراق فلش، العراق فلش على الفلاسة، حتى الراتب ما يكون موظفين. العراق من سيء إلى أسوأ، كل العراق مو بس بغداد، كل بغداد، هاي أجندة من إيران حتى دمر العراق. زين، إيران إذا 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 جبناها مقارنة، إيران من أجل خميني بال79 ما فلشوا قصور الشاه، ظلت على وضعيتها. زين، ليش ما يتعلمون من عندهم؟ شو الجماعة إجا وفلشا وحتى ما خلوا يعني نصب تذكاري، يعني نتذكر بال2003 من إجوا الجماعة تمثال أبو جعفر المنصور شالوه فلشوه بعدين رجع. ليش ما يتعلمون من جماعتهم الإيرانيين من حافظوا على تراثهم؟ داخلهم تفليش العراق، حتى تاريخ العراق. حتى أطراف العراق شرقوها الله، وبس الحمد لله. نعم. حاقدين، أكتب حقد، حاقدين على الشعب، حاقدين على البلد، هدفهم هو القتل والتدمير. نحن ما عندنا غير حل مقاومة ثورة تشرين الخامس. نعم. تحية لكم. حياك الله أخي محمد من هولندا كان معنا. عبد القدير من كربلاء، تفضل عبد القدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخويا. هذه اللصوص الأحزاب المتوحشة اللي جابتها أجابها النظام القمعي، نظام المفاسد، ونصبوا على حكم العراق حتى يدمرون العراق ويدمرون بغداد على راحتهم. هذه هذا الدكتاتور الطاغية التي تتبع له تلك الأقزام، تلك المتمردين السراق التي سرقوا كل شيء في بغداد وقتلوا كل أبنائها، يعني دمروها وأراقوا دماء كثيرة خاصة في بغداد والمحافظات الأخرى على يد هذه
الأقدام المتوحشة المجرمة هاي. إي والله المجرمة بالميليشيات وقادتها والأحزاب الراسمة هذه. هي اللي ما تريده وما يريدها النظام القمعي قامت على ذلك. جهل ولا هذه في بغداد. كذلك للمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية نفس الأمر. هكذا نفس الدمار كله ما يريده النظام القمعي نظام المفاتيح. جن من ناحية أخرى شلون جعل العراق جزءا من إيران؟ جن هل العراقيين ينسون كل هذه الجرائم سواء في بغداد سواء في بقية المحافظات الأخرى؟ شلون يصير هذا الشكل ما يصير؟ نعم. يعني بهذه الأقدام ما زالت باقية هنا في العراق تبقى السرقات ويبقى الاختيارات. يعني البارحة مقتل مدرس على أمام أنظار كل الناس في دياله. والقبل هناك مجازر في صلاح الدين وعلى يد هذه الأقدام المتوحشة. نعم. يعني هذه هل القرى العقليون في صلاح الدين وفي دياله وفي محافظات أخرى الكثير على يد هذه الأقدام المتوحشة؟ نعم. وعلى أسادها الحج الشعبي هذه بعناصره المجرمة. نعم اخ عبد القادر. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد القادر من كربلاء كان معنا اتصال صباح من بغداد. ما الذي جعل صباح بغداد تصبح أسوأ مدينه للعيش في العالم؟ السلام عليكم اخ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لبغداد كل العرب والمسلمين يعرفون شنو تاريخ بغداد. يعني ماكو داعي نحكي على تاسيس بغداد من العباسيين في فتره الدوله العباسيه وعلى ايد ابو جعفر المنصور. نعم. فهذا يعتبر كانت يعني مقر للخلافه الاسلاميه ومركز للخلافه الاسلاميه في ذاك الوقت. فشفنا يعني أكثر من موجة جت عليها التتار والمغول وغيرها. وحاليا إحنا اللي دمر بغداد منه هم الفرس الإيرانيين وأذنابهم الأحزاب اللي تحكم العراق. وهذا متقصدي طبعا. يعني إحنا من 17 سنة من فترة حكمهم حزب الدعوة والبقية يعني ما شيدوا فد جسر أو مستشفى أو معلم يسجل باسمهم في سبيل نقول ذولي بنهم بغداد فشي طوروا من بغداد إلى فشي أحسن. لا مطار لا مستشفيات لا جسور لا وزارات لا مصانع لا يعني وسعهم ببغداد لا عمرهم بيها. بالعكس تم تخريب بغداد على أيديهم. وهذا متقصد. ليش متقصدينه؟ لأن هم أموال عندهم والأمريكان المحتلين البلد وطوهم الشرعية. الأمريكان كانوا يدعمون مقاولين ويدعمون أحزاب ويدعمون رجال أعمال في سبيل يبنون مشاريع لكن نعم. تسرق هذه الأموال. شو نفسر هاي الطبقة السياسية اللي صار لها 18 سنة هي فقط تسرق وتهدم إن كان في بغداد نعم. أو المحافظات الأخرى؟ يعني حتى المشروع اللي تقوم به مشروع ما يطول شهر شهرين بأول زخة مطر ينتهي. شو مفسرة؟ يعني هل هذه الطبقة السياسية هي طبقة مريضة متقصدة لتدمير هذا البلد؟ مشروع نعم. مشروع صفوي إيراني مدروس وجاي يعملون عليه بكل دقة. يعني مو تقول الناس غشمة وناس جاي بس يسرقون. ناس يريد يدمرون البنية التحتية لبغداد والعراق بالكامل كل المحافظات في الجنوب وفي الشمال وفي في في الغرب. يعني متقصدين ان تدمير العراق وارجاع العراق الى مرحله قبل 100 سنه. يعني متقصدين ولا هم الاحزاب كلهم عندهم امكانيه والاموال وزاره الماليه وزاره النفط والوزارات الخدميه اللي تدر عائدات من منافذ حدوديه وغيرها كلها عندها اموال. يعني الدوله قادره على بناء مشاريع لكن شنو اللي يمنعهم؟ يمنعهم اكو مشروع صفوي ايراني ما يسمح لهم في بناء واعمار بغداد ولا جسر الجمهوريه والسنك وغير الموجودات. هاي الجسور الاربعه في بغداد الرئيسيه يعني صار يعني يعني انتهى. لازم يتم اعمارهن وبنائهن من جديد. ما بنام. ليش ما يبنون؟ لان هم عندهم اوامر. عمي خلي يعفوهن اخي صباح. خاف يسمعوك يقول لك يلا خلينا نسوي مشروع بيهم ويهدموهن ويبقى المهدمات. لا ما جاي يبنون دوله. ذولا جاي يهدمون دوله. الدوله اللي انبنت بالتسعينات والثمانينات والسبعينات والستينات هذول جاي يدمروها. فهسه شوف مثل مصنع
مصنع بيجي، تم تفكيكه بالكامل على يد الحشد الميليشياوي، وتم وما حد يعرف وين راح، لإيران راح، في جنوب العراق، ما حد ينباع خردة، ينباع مو الغاية من عنده يريد ينصبونه في الجنوب ويستفادونه هن بالجنوب ويد عاملة من الجنوب، لا، هذا المصنع لازم ما يشتغل، هو يعتبر أكبر مصفى في بيجي ما يريدونه يشتغل، وهذا الدور لو مهمة تصير أزمة حقيقية يعني ضيقة تنهيهم، كان حتى مصفى الدورة سرقوه، يعني ما يريدون فشي مثل مستشفى درجة أولى أو وزارة أو مصنع، أي شيء رئيسي ويدر يعني بيد عامل عراقية ما يريدونه، يريدون تدمير العراق، وتم تدمير العراق على أيديهم، يعني العراق حاليا دولة مستهلكة، احنا حاليا بس ناكل وناموها، هي حقيقة احكي لك اياها، يعني العراق مو دولة مصنعة في سبيل نصنع يعني المستلزمات الرئيسية بالمنزل بالشارع بالمحلات، احنا دولة مستهلكة ونستورد فقط من ايران، هذا كله مقصود وجاي يمشون عليه مشروع صفوي ايراني على ايد الاحزاب، قادة الاحزاب الستة اللي هم يديرون بالعراق صار لهم اكثر من 17 سنة، هم اللي مهيمنين على الوضع وما يريدون يبنون ويتقدم العراق خطوة للأمام. حاليا احنا بظل حزب الدعوة بغداد اوسخ، خلنا نحكيها بصراحة، اوسخ مدينة بالعالم، هو هذا بغداد اللي هي كانت العالم تجي تدرس بيها وتدرس وتاخذ شهادات الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس، يدرسون كليات هنا، كل الوطن العربي كانوا يحلمون ان يطبون بغداد ويدرسون بيها ويشوفوها ويفترون ويجون سياحه عندنا في منطقه الحبانيه، وكل المناطق يجون سياحه من كل الدول العربيه المجاوره. حاليا في ظل حزب الدعوه انتهت بغداد، وبغداد للأسوأ اذا ذول ظلهم يعني قابعين ويحكمون العراق. نعم، انا اشكرك اخي الصباح من بغداد، انا معنا في ذكرى تأسيس مدينة بغداد التي شيدها الخليفة أبو جعفر المنصور في العام الهجري 154، عبر عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين العراقيين المغتربين عن حنينهم وأشواقهم لدار السلام في يومها السنوي، واستذكروا ذكرياتهم فيها آملين في الوقت نفسه العودة إليها وأن يستتب فيها الأمن والأمان. نتابع. غناها المطربون والمطربات، السيدة أم كلثوم قالت عنها بغداد يا قلعة الأسود، والسيدة فيروز قالت بغداد والشعراء والصور تزاحم عليها الكثير الآلاف من الخلفاء والحكام والرؤساء والوزراء، وأيضا الغزاة والفاتحين والطامعين، وبقيت بغداد شامخة. بغداد حبيبتي، بغداد معشوقتي، أنت السهل الممتنع بحق وبكل ما للكلمة من معنى، سهلة على المحبين ودعاة السلام والعشاق، لأنك مدينة السلام، وممتنعة عن الكارهين والأعداء ودعاة الحروب. بغداد هي حاضنة الدنيا والأمجاد والإنجازات، بغداد كانت وستبقى قلعة وقبلة العلماء والعشاق والأخيار، ولن تكون أبدا ولن تبقى ضحية الجهل والكارهين الأشرار، هكذا هي مسقط رأسي. بغداد بالنسبة لذاكرة مهاجر أو مغترب أو منفي هي عبارة عن ذاكرة جمالية، يعني بغداد القصائد، بغداد المسرح، بغداد الجامعة المستنصرية، نصب الشهيد، الجندي المجهول، معهد الفنون الجميلة، دار الأوبرا، دار الأزياء، مسرح الفن الحديث، مسرح الرشيد، مسرح الستين كرسي، منتدى المسرح، الكليات، الجامعات، بغداد دجلة، بغداد المحبة والغناء والموروث، هذا التاريخ العميق لهاي المدينة الباسلة. بغداد الآن موشحة بالسواد بسبب ما مر عليها من ضيم كالب على هذا، على هاي المدينة الجميلة، على هذه الفتاة الرائعة، وحوش وبرابرة ومحتلين
ولكن صيرورة تاريخ بغداد أنه هي التي تنتصر في الآخر. إنها بغداد، بغداد التاريخ، بغداد التي كانت ذات يوم قبلة العالم، بغداد التي أهدت هذا العالم الكثير من العلوم والمعارف، بغداد التي طوقتنا نحن أبناء بغداد بالكثير الكثير من الصفات والعطايا الكثيرة التي لا يمكن لنا أن ننساها. صحيح أننا غادرنا بغداد، لكنها لم تغادرنا، بغداد معنا في حلنا وترحالنا. بغداد كنت كثيرا ما أستشعر عظمة هذه المدينة، وأنا أسأل بعد خروجي من العراق من أين أنت، فأجيب أنني من بغداد. أستشعر حينها عظمة هذه المدينة، أستشعر رشيد، أستشعر المنصور، أتذكر كل درابين هذه المدينة ومحلاتها، أتذكر كل هذا التاريخ الذي ينثال أمامي وأنا أذكر بغداد. بغداد أهدتني أجمل نسائها، بغداد أهدتني أجمل اللحظات، أجمل وأسعد اللحظات في حياتي كانت في بغداد. لذلك حتى وإن غادرناها فإنها ستبقى معنا. بغداد تستحق وتستحق الكثير، وسنعود إليها ذات يوم. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، في ذكرى تأسيس العاصمة بغداد، اليوم شلون تشوف العاصمة بغداد وأنت من سكانها؟ تحياتي لك أستاذ عمر ولمشاهدين قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر. بالنسبة هذا التاريخ اليوم اللي هو جميع العراقيين اللي طيلت هاي الأسبوع السنة اختلاف كلش كبير عن السنين اللي فاتت، اللي بزمن البغداديين الأصلاء وزمن الناس العلماء والناس المثقفين والملوك أو باقي العهود اللي فاتتنا اللي بنوا بغداد بأصالتها، يعني بآثارها بمعالمها. وهاي الأمور أستاذ اللي كانت إلها بداياتها وكانت من يعني من عهود إلى عهود آتية، يعني بالسنين اللي طورون بغداد كانوا معالمها يعني البناء يشيدوا، كانت الحضارة إلها أساس أساسي أساسها في مجتمع البغداديين أستاذ، اللي كانت بها الحكومات السابقة اللي عندنا كانت إلها اهتمام بالأماكن الأثرية بحضارة بغداد، مدينة مسلة حمورابي، هواية هواية معالم عندنا أستاذ من بغداد اللي كانت إلها أصالة. نعم. في زمننا السابق. بس للأسف نعم، فقط التنويم، مسلة حمورابي موجودة في متحف اللوفر في باريس. نعم نعم، وهاي الحضارة أستاذ اللي كانت عندها بنات في اللوفر أو في ألمانيا، في ألمانيا نعم أعتقد في ألمانيا. نعم في ألمانيا، في نعم. ألمانيا موجودة. للأسف كل هاي الأمور أستاذ اللي كانت موجودة انباعت الحضارة وانباع التاريخ، لأن دول أستاذ يعني للأسف هاي الحكومات المتعاقبة ما خلت يعني فد أهمية لبغداد، ما خلت فد حضارة، يعني ما بنوا فد شيء إنه يتطور. زين هم لو خالين كل الأمور اللي كانت مبنية اللي متواصلة اللي كان الشعب من بغداد يعني يخرج، كان من العلماء والأدباء والأفكار والعقول النيرة، هذه الأمور كلها حطمتها هاي الحكومات المتعاقبة ويعني دمرتها، دمرت الفكر الأثر البغدادي الأصيل، يعني ما خلوا فتشي أنه المواطن البغدادي. يعني الأمر لم يقتصر أبو عمر، وأنت أعرف ابن بغداد، الأمر لم يقتصر على النفايات والتدمير والسرقة والفساد وجعلها أسوأ مدينة. الأمر ضمن أنه تهجير أهلها الأصليين. اليوم أكو تغيير ديموغرافي في مناطق المسيحيين المعروفة في بغداد، هناك تغيير ديموغرافي من العام 2003 ولغاية الآن لتهجير أهلها الأصليين، البغادة الأصليين، حتى يجي الزعيم أو الميليشيا يستولي على أملاكه.
نعم استاذ، يعني هذا الاصليين هم هسه بالنسبه الحكومات اللي هسه اللي موجوده عندنا في العراق من 2003 ولحد الان يعتبرون اعداء لهم، اعداء لهم، لان ذول ما يقدرون استاذ افكارهم ومبادئهم الاصليه ما يقدرون امام هاي الحكومات يعني يكونون مواجهتهم، ما يعرفون التكلم معهم، ما يعرفون المبدا الحضاري، ما يعرفون الاساس اللي كان عندنا من عهود قديمه من سيدنا عمر رضي الله عنه، اللي فتوحات الاسلاميه اللي فتحها اللي واصل بها من بعد خليفة العباسيين والأمويين، يعني أبو جعفر المنصور إلى دوره، يعني هذه العلماء والتاريخ القديم أستاذ عمر يعني إلها أصالتها وإلها مكانتها، كيف كانوا بالعهود القديمة يعني بالقرن الماضي كانوا بعض يعني الدول تجي تزور بغداد، يعني في كل سنة يجون الأجانب يجون دول الغربية يعني من يفترون على معالم بغداد والأثرية، فكان كل العلماء يجون يعني من يشوفون بغداد بهالصورة بهالمعالم هاي التاريخ إلى خلينا نقول 1200 سنة أو هذا المعلم عمره 1000 سنة أو 800 سنة من هاي المعالم اللي موجودة بحضارة بغداد، مثل حمرابي قلت لك استاذ وغيرها وغيرها، مدينة أور وكيش، ويعني هواية من معالم عندنا استاذ يعني ما أقدر أطول عليك الموضوع استاذ. نعم أبو عمر، أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يصف ابن بطوطة بغداد فيقول: مدينة السلام، حضرة الإسلام، ذات القدر الشريف والفضل المنيف، مثوى الخلفاء ومقر العلماء، فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوفز الغفلة والنظر إلا دجلتها التي بين شرقيها وغربيها كالمرآة المجلوة بين صفحتيها. أهلا بكم من جديد. في ذكرى تأسيسها بأمر الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، يتذكر سكان العاصمة بغداد كيف كانت حاضرة العراق، حاضرة للدنيا علما وفنا وفقها وثقافة، وكيف آلت بها الدنيا إلى ما هي عليه الآن من تراجع وانهيار بأيدي أحزاب امتهنت الفساد منذ نحو 17 سنة مضت. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. بغداد، تلك المدينة التي سبقت مثيلاتها من مدن المنطقة خلال العصر الحديث بالتوجه نحو العمران والبناء، مستلهمة تألقها من ماضيها الحضاري العريق، إلا أن ذلك التألق بدا مستفزاً لأعدائها فكادوا لها وعملوا على طمس هويتها الحضارية. مركز إشعاع الحضاري والتراثي والعالمي هنا كان هنا، ثقافة بدأت من هنا أصلاً، الإنسان بدأ يكتب قبل بناء بغداد، يكتب من هنا، القلم من هنا بدأ، فلذلك بغداد في عصر هارون بلغت الذرة وصنع الساعة الرملية أدهشت العالم، وجاء من بعده ابنه المأمون العباسي الذي فتح دار الحكمة، وهم من هنا الأطباء والعلماء، وكثير من الأوروبيين كانوا يدرسون هنا في هذه الأرض في بغداد. حفظ التاريخ لبغداد أنها كانت مركزاً للعلم والثقافة لمئات السنين، حتى أتاها من لا يقدرون ذلك الإرث الحضاري فشوهوا ذلك الوجه الذي طالما أضاء بنور العلم والمعرفة أرجاء الدنيا، وأفقروا أهلها حتى باتت بغداد تصنف ضمن أسوأ مدن العالم للعيش. خدمات ماكو، مشاريع ماكو، أعمار ماكو، بس منتهين بالسرقة ومنتهين بالملذاتهم، والفلوس كلها تتهرب للخارج، والبلد متحطم ومتدمر، العوائل انكسرت، التعليم فاشل، القضاء فاشل. طوال 17 سنة مضت انهارت معظم مقومات الحياة في المدينة وتراجعت خدماتها وبناها التحتية، وبات سكانها يعانون الإهمال وتداعيات منظومة حكم الفاسدة بنهجها الطائفي بعد أن سيطرت على أحيائها ميليشيات لا تفقه من الدنيا سوى القتل والنهب وتشريد الأبرياء. الشعب ما مرتاح نفسيا، واقع سيء،
باقة ماكو ثقة، مفقودة الثقة، كثرة العناصر مو جيدة بظل هالوضع، اكو عناصر مو جيدة كثرة فينا أكثر. غير أن ثمة ضوء بات يشع في نهاية ذلك النفق المظلم، ضوء تذكي ناره دماء شهداء ثورة تشرين التي أحيت في الصدور حلم بغداد الحضارة والثقافة، حلم بغداد التي يحكمها من لا يدينون بالولاء للشرق أو الغرب، وإنما يكون ولاؤهم فقط للعراق وأهله. نعم، طبعاً في الأعوام الأخيرة وفي كل مرة يصدر فيها تقرير دولي يصنف المدن الأسوأ في العالم من نواحي معيشة عدة، تحتل بغداد مراتب متقدمة. في العام 2019 وهذا العام أصدرت مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات تقريرا احتلت فيه بغداد مرتبة الأسوأ في العالم للعيش، محافظة على هذا المركز لعشرة أعوام على التوالي مع الأسف، وها هي اليوم ما زالت للأسف هناك في المرتبة الأخيرة. طبعاً يستقبل العراقيون هذه التقارير بكثير من الحزن، هذه الإصدارات تتعلق بمواضيع أساسية وليست ترفيهية مثل الراحة والتلوث المناخي والسكن والطرق والتعليم والصحة وغيرها من المعايير والتصنيفات. عموماً يرى العراقيون بأن بلادهم منذ الغزو الأمريكي لا تزال تستمر بالتراجع في مختلف الجوانب، ويحملون الاحتلال والأحزاب الدينية التي والمدنية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ العام 2003 ولغاية الآن المسؤولية في جعل بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم. كثير من العراقيين يجدون بأن هذه التقارير ذات مصداقية عالية، مرجعين ذلك إلى فساد المسؤولين بشكل أساسي. ويعني صنفت مؤسسة كما ذكرنا ميرسر العالمية للاستشارات العاصمة العراقية بغداد بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش في العالم، بينما تصدرت العاصمة النمساوية فيينا كأفضل المدن الصالحة للعيش. طبعا تخيلوا يعني بقيت بغداد أسوأ مدينة للعيش فيما تقدمت العاصمة اليمنية صنعاء بمركزين رغم الظروف اللي يمرون بها من حرب. وأظهرت قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت في 13 آذار مارس، يعني من أكثر المدن الصالحة للعيش مثل ما ذكرنا أنه كانت فيينا وتليها زيورخ السويسرية، بينما اقتسمت أوكلاند وميونخ وفرانكفورت المركز الثالث. بحسب المؤشر بقيت بغداد أسوأ مدينة للعيش للعالم وللعام العاشر على التوالي، حلت في المركز الأخير بعد بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى والعاصمة اليمنية صنعاء. طبعا اشتملت المعايير معايير المسح التي أجرتها المؤسسة على 231 مدينة، منها الاستقرار السياسي، الرعاية الصحية، التعليم، الجريمة، النقل والمرافق والبيئة الطبيعية، إيجار السكن، معدلات النمو. ظلت بغداد بفضل هؤلاء الحرامية الأسوأ في المسح السنوي، كما تقدم اليمن مركزين عنها، في حين تقدمت العاصمة السورية دمشق 6 مراكز قبل العاصمة بغداد. نعم، نجي على العشوائيات اللي موجودة في العاصمة بغداد. بحسب تصريح المدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط نجلاء علي مراد، العام الماضي 2019 بلغت 2,500,000 إنسان يقطنون في 1,552 عشوائية منتشرة في عموم العراق، طبعا حوالي 2,000,000 في بغداد ورح نجي نتحدث بالتفصيل. تضم 347,000 مسكن، احتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد العشوائيات بوجود 335 عشوائية، وفي نينوى 272 عشوائية، وفي البصرة 167، في ذي قار 132 عشوائية، وفي الأنبار 102 عشوائية. عضو لجنة الخدمات النيابية النائب علي الحمداوي قال بأن هناك ما لا يقل عن 1,000,000 مبنى سكني متجاوز على الأراضي الزراعية في العاصمة بغداد وحدها. أضاف
بأن جهات سياسية تتكسب على حساب هذا الملف، خاصة مع تغيير قانون الانتخابات واعتبار العديد من الأقضية والنواحي دوائر انتخابية، حيث ستكون مسألة التجاوزات مطروحة بقوة لكسب المؤيدين. وأشار إلى أن الكثير من الكتل السياسية ستضغط على أمانة بغداد لتوفير الخدمات للأحياء المخالفة كدعاية انتخابية. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله يحفظك، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. يا كل المشاهدين آمين، تفضل أبو زكريا. والله اليوم تأسيس بغداد. نعم. من أسس بغداد؟ من أسس بغداد؟ كل الميليشيات الكافرة لو هاي الحكومة الكافرة، هذول الله جابهم علينا. ابن محمد من أسس ثلاثة لحد اليوم، هذول يعرفون بغداد. نعم. بغداد هذول الناس كفرة، هذول هذول باقوا العراق. الأحد هذا اليوم خلونا على الوليد، الوليد لا رواتب لا خدمات. نعم. كل أبو بو إيرانيين صفويين حزب. نعم. وكل صفوه بالعراق هذا اليوم. هذا اليوم أحلى. نعم. أخوة تأسيس تأسيس. نعم. البر. نعم. يعرفون بغداد هذول الناس. مع الأسف. حرامية. نعم. كذابة. هذول الناس كذابية. نعم. حرامية. كانوا نايمين بشوارع لندن وإيران جابوا العلم. نعم. يعني أشكرك أبو زكريا من كركوك، كان معنا رسالة على واتساب. هو بس بغداد أو هي بس بغداد أسوأ مدينة للعيش؟ شو العراق كله صار ما ينعاش به. أستاذ عمر الله ينتقم من أمريكا، جابت لنا ذول القتلة الفاسدين سراق قوت الشعب. رسالة: السلام عليكم أستاذ، إحنا طلاب وطالبات الكليات الأهلية، نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء، يخفضونا من الأقساط. والله عمل ماكو، يعني الأهالي منين يجيبون؟ والله الله يعينكم بهذه الظروف. نجي على فقرة النفايات في العاصمة بغداد. الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أعلن في عام 2019 العام الماضي بأن 10% فقط من النفايات المتولدة يعاد تدويرها في العراق، الذي يطرح يوميا نحو 800,000 طن من النفايات المتنوعة. لافت إلى أن نسبة السكان المخدومين بجمع النفايات بلغت 63.5%، أي أن ثلث سكان العراق لا تشملهم خدمة جمع النفايات، وعلى رأسها طبعا تأتي العاصمة بغداد. في سياق طبعا متصل، النائب علاء الربيعي قال بأن مديرين عامين فاسدين موجودين في أمانة بغداد هم من يتحملون الفساد في العاصمة كما قال. وأضاف بأن مشروع قناة الجيش صرف عليها 100 مليون دولار قبضتها شركة مصرية باسم المقاولون العرب، والنتيجة بأنها غير موجودة على أرض الواقع، لافتا في العراق طبعا غير موجودة، لافتا إلى أنها كان من المفترض فتح تحقيق بهذا المشروع، الأمر الذي لم يحصل حتى اليوم. وتابع الربيعي بأن مستثمر قناة الجيش تم تعويضه 3 مرات من أمانة بغداد بسبب سحب مياه الأمطار عندما غرقت العاصمة بغداد، وكانت الأمينة السابقة ذكرى علوش توافق على أي تعويض يطالب به المستثمر على حد قوله. نجي على نذكر بعض ميزانيات العاصمة بغداد خلال السنوات الأخيرة، بعضها ما راح نذكر الكل. يعني من كان صابر العيساوي أمين للعاصمة بغداد في العام 2008، كانت الميزانية اللي تم تخصيصها لأمانة بغداد 550 مليار دينار عراقي، 550 مليار دينار عراقي. طبعا عدا الإيرادات المتأتية من جباية الرسوم، والمقدر في ذلك الوقت كانت مقدرة ب 23 مليار دينار. في 2010 ايش قصرت ميزانية بغداد؟
750 مليار دينار، وبال 2020 قال لك احنا تم اعلنت امانة بغداد عن توقف جميع المشاريع الخدمية بهذه السنة بسبب عدم تمرير الموازنة. هو من كانت الميزانيات فلكية ايش سوتوا على الارض حتى لما نصير الازمة الاقتصادية والمالية في العراق حتى تقدرون تسوون شيء. تحدثنا اليوم في ذكرى تأسيس العاصمة بغداد، في ذكراها 1297 اللي مرت على تأسيس العاصمة بغداد، كيف وصلت بغداد وأصبحت مع الأسف في ظل الغزو والاحتلال الأمريكي، ومن جاء معها من الأحزاب التي تحكم العراق اليوم منذ 17 سنة أصبحت أسوأ مدينة للعيش. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.